كما شدد الرئيس السيسي على أن الدولة تعمل في كل القطاعات لأنها تحتاج لمواجهة حقيقية. وأوضح الرئيس السيسي أن الشبكة القومية للطرق كانت ضرورة لابد منها. النهاردة إذا كنا بنتكلم على الأقل 1.5 تريليون جنيه لموضوع الطاقة اللي هو موضوع الكهرباء يمكن والغاز، هل كان ممكن النهاردة الدولة المصرية تستمر؟ وعايز أقول إن في خلال ال7 سنين اللي فاتوا دول يعني احنا زدنا 14 مليون، وفي ال10 سنين من 2011 للنهاردة زدنا يجي 20 مليون. هل كان ممكن النهاردة وإحنا كان عندنا أزمة كهرباء إن ما يتمش عمل التطوير للبنية الأساسية في الكهرباء عشان تجابه الطلب وأيضا التنمية اللي احنا بنستهدفها؟ كان ممكن يحصل ده؟ أنا بتكلم في أسئلة واضحة جدا لينا كلنا، أسئلة محتاجين إن احنا نتوقف منها، لأن في محاولات دايما لتضليل الناس وياخدوهم في حتة تانية خالص. أنا عندي ثقة في الناس وعندي ثقة في الشعب المصري إن هو فاهم ده وشايفه، بس أنا بأكد عليه. طيب حاجة تانية زي مثلا مشروعات الخاصة بال الشبكة القومية للطرق والنقل، هل كان النهاردة ممكن الموانئ المصرية يكون ليها دور في التجارة العالمية وإحنا في منطقة في منتهى الأهمية بتمر منها قناة السويس وبيمر منها 17-18% من التجارة العالمية، إن موانئنا في مصر ما تكونش جاهزة لهذا التطوير وهذه التنمية المحتملة؟ هل كان شبكة الطرق وشبكة النقل اللي موجودة اللي النهاردة احنا داخلين في حوالي 1.7-1.8 ويمكن نصل 2 تريليون جنيه، هل احنا كان ممكن ما نعملش ده ونسيبها كده؟